يا كابتن سحر، مساء الانوار. تأثيري كابتن، اهلا بحضرتك. يا رب تكوني بخير. ربنا يخليك يا كابتن، اهلا بحضرتك. رايك في كابتن نور، يعني مشروع حاجه جامده ولا لسه قدامها شويه؟ لا طبعا دي زي الفل، جميله جدا، مشروع نجمه ممتازه. يعني بتقول لي مين؟ تخيلي حضرتك مش عارفه صوتك. دي مامتي. بتقول لي مين؟ دي مامتي. انا الله، دي مامت سوري، انا اسف. دي مامت الكابتن سوريا. انا فاكر. اوكي، هم عندي في الاعداد، انا هم بيقولوا لي في ودني نجيب مام اللي هي لعيبه سلحك. لعيبه باسكت برضو؟ مش لعيبه باسكت. لا 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 لا. اوكي، عندي محمد القاضي بعد الساعه 12:30، يعني ما بيظبطش الامور. عموما دي فرصه عظيمه ان كنا هنكلمك في كل الاحوال. ربنا يخليك. طيب قولي لي بقى، حضرتك بتروحي معاها كنت التمارين والحاجات دي، ولا من يومها منطلقه لوحديها؟ لا والله معاها من الاول خالص، يعني من اول ما هي ابتدت معاها على طول، بس دلوقتي خلاص بقى كبرت فبتروح لوحدها بقى. اوكي، حاليا بقى هي منطلقه لوحديها. بس طبعا في الماتشات لازم يكون معاها. يعني لا، طنط منتظمه في الماتشات. في الماتشات بتشوفوها على طول؟ على طول. اول كرسي. لا والله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب والفلوس الجامده اللي بتاخدها من النادي الاهلي بتصرف جزء في البيت ولا كله في جيبها؟ لا ليها هي طبعا. ده هي يا عيني بتقول لي، يعني انا عرفت ان جت من نادي الصيد للاهلي ب 600,000. نادي الصيد ما ادهاش جنيه من ال 600,000. لا خدوهم هم بس. وده ينفع ده حضرتك؟ وده ينفع؟ يعني معلش، عشان الاهلي بقى. عشان خاطر الاهلي. عموما فرصه سعيده يا مدام سحر. انا اسعد يا فندم. ميرسي حضرتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب اكيد